التفت جيدا، ماركس أعزائي مشتغل على هذا الفكر، مسألة الأيديولوجيا. يقول هذا السؤال المهم: ما هي الأسباب التي جعلت الفكر الإنساني في كل أدواره يرى الأشياء طبقا لدعواه هو، لا طبقا لذاتها في نفسها؟ يقول أنت عندما ترى، تقرأ النص، تقرأ الواقع، تقرأه كما ينسجم مع ذاتك، لا كما هو في واقعه ونفسه. ولهذا تجد واقع واحد، يعني كما قلنا في مسألة الآن السيرة النبوية نموذجا، سيرة واحدة لو متعددة، ولكن أنت تقرأها قراءة، الشيعي يقرأها قراءة، والسني ماذا؟ كما إن شاء الله إذا صار وقت مولانا، هذني جايب فد عشر نماذج أنا للسيرة مولانا. أصلا مثال الواضح بالأمس قلنا يزيد، أنت تقرأها ماذا؟ ها؟ بعد عندما تسمع لفظ يزيد، ها، هذا اللي هاي المفردة، ما هو الظلال هذه المفردة في ذهنك؟ واضح ظل المفردة مولانا؟ كل قبيح، كل إجرام، كل فسق، كل فجور يأتي إلى شنو؟ شيء؟ ها؟ ولهذا لو سمعت فلان اسمه يزيد واقعا لو يعطوك الدنيا أنه سمي ابنك شنو؟ سمي له مسم، سمي ابنك عمر، سمي له مسم، سمي بدك عائشة، مع أنه أنت ترجع إلى صدر الإسلام تجد بيني وبين الله عشرات من تلامذة الأئمة اسمهم شنو؟ اسمه يزيد عمر مولا. ها؟ وهكذا أقول، التفتوا، هذا الذي يسمى عندهم بظلال المعنى، شيء رهيب هذا ظلال المعنى، يعني ما تدري ماذا يفعل. هذا 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 اللفظ عائشة، انت عندما تسمع عائشة كل التاريخ اللي بذهنك عن عائشة شنو؟ السلبي. ها، الطرف الآخر عندما يسمع عائشة كل المعاني الإيجابية شنو؟ يستحضر. وأنت هذا أحسنتم بالفارسي يسمى بارة معنى، أحسنتم، هذا ظل المعنى، هذا بارة معنى. وهكذا في فاطمة الزهراء، أنت عندما تسمع شنو؟ ها، فاطمة بتول، كل المعاني الإيجابية شنو؟ ما أدري واضح ولا عزيزي؟